بعض الأمور البريطانية. وهناك قاعدة منتخب ديمقراطيا لدينا، وهناك محاكم بريطانية، هذا ما تعنيه الاتفاقية، وهذا ما يصب في مصالحنا الوطنية. من حيث الزراعة ليس فقط هذا يعني أفضل من حيث الأمور لمزارعينا، بل يعني ذلك أننا نستطيع أن ندعم بشكل أفضل المزارعين الذين يعملون في بريطانيا. بشأن الأسماك الثروة السمكية، هذا ليس فقط في مصلحة صائدي الأسماك وهذا القطاع، ولكن هذا سيحسن من أوضاعهم إلى الأبد. سيكون هناك وضع شاطئي مستقل تماما في بريطانيا، وسنتحكم بمياهنا الإقليمية، وسنقرر بأنفسنا من سنسمح له بالصيد في مياهنا الإقليمية، ولن يؤثر ذلك على شراكتنا الاقتصادية، وهذا أيضا يصب في مصالحنا الوطنية. الحدود والأموال والأمور الأخرى، هذه الأمور تعني الشعب البريطاني، ولكنني أيضا ذلك الإعادة بالتحكم بما لدينا، ولكن هذا يتعلق بقيامنا وعلاقتنا مع أصدقائنا الأوروبيين، وهذا يرسم الطريق للازدهار والفرص، وهذه الصفقة تقف إلى ذلك أيضا. هذا يتعلق بالمهارات في قطاعنا الصناعي، وسيكون هناك مرور للمهاجرين، وهذا الصفقة تتعلق بهذا التبت في هذه الأمور أيضا. إن الشراكة الاقتصادية ستكون أقرب على الأوروبيين من غيرهم، وهذا أيضا يصب في مصالحنا الوطنية. هناك 3 مليون مواطن أوروبي جاءوا ليعيشوا ويساعدون في بريطانيا ويكونوا أصدقائنا وجيراننا، يجب أن نتعاون ونضمن حقوق أولئك المواطنين الأوروبيين لدينا. وهناك أيضا 1 مليون بريطاني يعيشون في أوروبا، وهذه الصفقة تخدم كل أولئك، ولأن كل واحد مننا سيكون أكثر أمنا بسبب التعاون الأمني بين بريطانيا وأوروبا، فإننا نحتاج هذه الصفقة للمحافظة على هذا التعاون فيما بيننا، وهذه الصفقة تقوم بهذه المهمة أيضا. كرئيسة وزراء بريطانيا أشعر بأنه من مهامي أن أقوم بصفقة وأقع على صفقة تخدم بريطانيا وكل أجزائها، وما اتفقنا عليه يحمي الوحدة الدستورية لبريطانيا. إن لقد رفضنا بعض العروض التي تقوض هذه الوحدة السيادية و تقسم حدودنا إلى مناطق جمركية مختلفة، وهناك التزام قمنا به لإيرلندا الشمالية وشعبها أنه لن يكون هناك حدود صارمة بين القسمين. وهذا التقدم الأهم منذ 20 سنة الذي حصل، وهذا يخدم الشعب البريطاني ليعيش حياته كما يعيش اليوم. هذه الصفقة تخدم كل العائلات البريطانية بما في ذلك في كافة المناطق. أبعد من ذلك، عملنا مع إسبانيا حول هذه العملية، وأشكر السيد بيكاردو على دوره الذي لعبه. لقد تأكدنا أن جبل طارق تغطيها الاتفاقية، وفي فترة المرور فترة العابرة أيضا ليس هناك أي شكوك من حيث الشراكة المستقبلية، وبريطانيا تعمل من أجل العائلات البريطانية، وأنا فخورة جدا أن جبل طارق بريطاني وأن وضعه الدستوري لن يتغير. الصفقة التي اتفقنا عليها اليوم هي مستقبل مشرق لبريطانيا، وبالنسبة للاتحاد الأوروبي نستطيع أن نبرم اتفاقات تجارية حول العالم، وسيساعد ذلك في نمو اقتصاداتنا. سنتمكن من التركيز على طاقاتنا والأمور الأهم التي تعني الشعب البريطاني في منزله، وليخلق فرصا للعمل وينشر الازدهار بشكل واسع، ويعتني بخدمات اجتماعية كالمدارس وغيرها، وسنبني منازل أكثر، وسيكون هناك عدالة اجتماعية وتسمح للناس بزيادة مقدراتهم لدينا. في أي مفاوضات لا تحصلوا على كل ما تريدونه، يجب عليكم أن تحديد ما هي مصالحكم الحيوية وتلتزم بها وتتمسك بها. يمكن التنازل بأمور أخرى لتحقق نتائج. أعتقد أن الشعب البريطاني سيتفهم أو يتفهم ذلك. حين ينظر إلى هذه الصفقة سيراها صفقة جيدة لبلدنا وتصب في مصالح الوطنية لكل شخص يجب أن يلتزم بها. أيضا هذا الاستفتاء يحمي ما نقف من أجله ويحمي مستقبلنا المشرق. اليوم يوم لخروجنا يتوج بهذه الاتفاقية، وستكون هناك أمور أخرى في هذا الأسابيع القادمة وصولا إلى رأس السنة وأعياد الميلاد.
سيحقق ذلك ما نريده في السنوات القادمة. يجب أن نسير معا إلى المستقبل أو نفتح الأبواب إلى أمور غير محددة. يجب أن نحدد ذلك. لا يجب أن يفقد الشعب البريطاني الوقت للجدل بشأن البريكسيت. يجب أن نجتمع معا ونتوحد كبلد مجددا. وبالتالي سأعيد هذه الصفقة وأقدمها إلى مجلس العموم البريطاني. هذه أفضل صفقة وصلنا إليها، وهي شأن التفاؤل لمستقبل بلدنا في البرلمان وخارجه. سأدعم هذه الاتفاقية بكل قلبي وسأعمل على ذلك بشدة. شكرا. هل من أسئلة؟ نورة تفضلي. شكرا سيدة ماي. بي بي سي نيوز. عملية طويلة كانت هذه كل ذلك، وترددت في أن تتحدثي عن كل شيء بهذه الصفقة، وقلت أن هذا على كل مصبة المسؤولية على عاتقك. هل يمكن أن تتحدثي بصراحة مع الشعب وتقولي من سيسر بهذه الصفقة؟ قلت أن هذه الصفقة جيدة لكل بريطانيا، وأؤمن أنها تحدد أمورا كالهجرة والمحكمة الأوروبية نجادل بها كل عام، وتحل أمورا قانونية أخرى، وهذا سبق أفضل بالنسبة للمستقبل. قضينا وقتا طويلا في المفاوضات وبالنسبة للعلاقات المستقبلية، وما نرى في هذه الصفقة اليوم هو أننا تعطي لشعبنا، تحمي الوظائف وحياتنا وأمننا والبريطانيا الموحدة ككل. وكما قلت أن أفضل الأيام يجب أن نترقبها في المستقبل. تفضل. Thank you for persevering, Prime Minister. George Parker from the. شكرا. Well, I thought I'd sit in the front row so you could see me. You said today this is the best deal for Britain. قلت أن أفضل صفقة لبريطانيا. This is the only deal that's on the table. وهي الاتفاقية الوحيدة الممكنة. If you can't get this deal through the House of Commons. في حال لم تستطع تمريرها في مجلس العموم. Would you feel duty bound to resign? فماذا ستشعرين وهل ستستقيلين؟ أنت محق، لقد قلت وأكرر أن هذا الأمر ليس بشأني أنا فحسب. يجب أن نترقب الأسبوع القادمة، الأسابيع القادمة. إنها أفضل صفقة. يونكر قال إن الصفقة الوحيدة الممكنة، ووافق عليها الأوروبيون الآخرون. وحين سيصوت عليها البرلمانيون في مجلس العموم، يجب أن يسألوا أنفسهم عن آفاق هذه الصفقة، ألا وهي القيام بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وهذا واجبي لأقوم لأؤمن خروج بريطانيا بالشكل الجيد. وكما قلت، الصفقة ليس فقط ما بشأن ما يريده الناس وصوتوا عليه بشأن بريكسيت، بل إنها تحمي أمننا ووظائفنا وتحمي بريطانيا ككل. تفضل. من السكاي نيوز. السيد يونكر أخبر البرلمانيين أن ما زال هناك بعض الأمور القيام بها، وأكرر السؤال، هل ستستقيلين في حال فشلتي؟ أنا أركز على أنني فتحت الباب أمام هذه الصفقة وسأعرضها على مجلس العموم البريطاني. والسيد يونكر تحدث في حال اعتقد بعض الناس أنه سيكون هناك مفاوضات أخرى، فليس الأمور بشأن هذه المفاوضات. الصفقة هي نتيجة لأمور صعبة ومفاوضات صعبة أجريناها في فترة طويلة من الوقت. والطاولة، الصفقة على الطاولة، وهي الصفقة الوحيدة الموجودة، وهي صفقة جيدة. تفضلي. Prime Minister, you are appealing today to the British people. أنت تحدثين اليوم إلى الشعب البريطاني، ولكن فقط البرلمانيون سيصوتون. ما هو المنطق؟ لماذا لا تجعلين الشعب يصوت على هذه الصفقة؟ لن تتفاجأ من جوابي على السؤال يا جيمس. البرلمان سيقرر بحيث الخيارات، إن كنا سنغادر الاتحاد الأوروبي أو نبقى، وهل هذا الأمر أفضل بالنسبة للشعب البريطاني؟ لديهم هذا الخيار ويجب أن يقوموا به هذا الخيار. وأعتقد أن ذلك أمر الثقة بالسياسيين الذين نعتمد على تصويتهم على هذه الصفقة والمعاهدة. شكرا. أنا من الصن.
هل هناك أي شروط بالنسبة للصفقة من حيث التصويت عليها؟ وهناك هل يمكن إجراء استفتاء ثان؟ لأن البعض يطلبونه، يطلبون إجراء استفتاء ثاني. وهل يكون هناك سيكون هناك إمكانية إنشاء حكومة واحدة وطنية في حال فشلتي؟ لقد كنت واضحة في كلامي كما أجبت لجيمس، لا يجب أن يكون هناك استفتاء ثاني، فقد أعطينا الخيار للشعب البريطاني وصوتوا بخروج من الاتحاد الأوروبي، وأعتقد أننا الآن يجب علينا أن نتابع هذا المسار. وكما قلت في مجلس العمومي سابقا، في حال طلبتم من العامة، في حال أراد إن كانوا يريدون أو ماذا يتوقعون من حيث التصويت في البرلمان، يتوقعون أن يصوت البرلمان على الخروج وعلى الموافقة على هذه الصفقة. ومجددا أنا أركز على العمل على هذه القضية وإنجاحها لجعل هذه الصفقة ناجحة، وأيضا أقوم بالأفضل للشعب البريطاني، إنهم يريدون إنهاء هذه المسألة.